بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami harap tenang terlebih dahulu, tidak ada yang berbicara untuk memulai doa kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai doa pada malam hari ini, marilah kita mengawali doa kita dengan mengirimkan surah Al-Fatihah. Tidak lain dan tidak bukan untuk pendiri Pondok Pesantren Modern Ar-Ridho Sentul, Kiai Haji Asmuni bin Haji Rohili. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dimudahkan urusan akhiratnya. Ala hadhihi niyyah as-salihah نقرأ سبع المثاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Al-Fatihah selanjutnya kita khususkan kepada guru besar kita yang mendorong pendidikan di Pondok Pesantren Modern Ar-Ridho Sentul, yang merupakan salah satu dari pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi Al-Maghfurlah. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya, dan dimudahkan urusan akhiratnya. Ala hadhihi niyyah as-salihah الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة selanjutnya kita khususkan kepada seluruh pejuang keluarga besar Ar-Ridho, baik itu Yayasan Ar-Ridho Palmerah maupun keluarga besar Pondok Pesantren Modern Ar-Ridho Sentul, keluarga besar Bapak Pimpinan Kiai Haji Insinyur Hodori MSC. Semoga seluruh pejuang, santri, guru, dan wali santri diberikan oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan, dan dikumpulkan dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil مغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اغفر ذنوبنا يا الله، اغفر ذنوبنا يا رحمن، اغفر ذنوبنا يا رحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا،
اللهم لا تجعل الدنيا مصائب الدنيا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ومن لا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين، اللهم اجعلنا شاكرين، اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين عليك بها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.